الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي وصف روسيا بأنها تعيش حالة من الضعف الشامل بشكل واضح. وأضاف زيلينسكي أن من يختار طريق الشر يدمر نفسه حسب تعبيره، وقال إن إبقاء روسيا لقواتها على الأرض الأوكرانية يزيد الفوضى والمشاكل والألم الذي ستواجهه موسكو. وأصف الرئيس الأوكراني بلاده بأنها قادرة على حماية أوروبا من انتشار ما وصفه بالفوضى والشر من روسيا. كما ورأت نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا ماليار أن روسيا باشرت باجتياحها أوكرانيا عملية تفضي إلى دمارها الذاتي، معتبرة أن تمرد مجموعة فاغنر يشكل فرصة لبلادها. وأكدت المسؤولة الأوكرانية أن كييف تواصل عملها حتى تحقيق النصر. كذلك اعتبر مستشار الأمن القومي الأوكراني ميخائيل بودولياك أن الحرب ستنتهي من الداخل الروسي. وقال بودولياك أن الشقاق بين النخب في روسيا جلي للغاية، محذرا من أن التظاهر بأن كل شيء مستقر لن ينجح. ينضم إلي من كييف مراسلنا عامر العروقي لأرصد معك عامر آخر المواقف المسجلة على الصعيد الأوكراني في متابعة هذا التمرد داخل روسيا. نعم إيمان، آخر التصريحات صدرت عن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك قبل قليل، وقال بأن ما يحدث بداخل روسيا هو نتيجة حتمية للصراع داخل أوكرانيا. وهذا التصريح يتوافق أيضا مع تصريح أطلقه سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف، حينما قال بأن ما يحدث في روسيا هو نتيجة للحرب في أوكرانيا، وأن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا ستنتهي في النهاية في الداخل الأوكراني. كذلك أيضا الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أكدت على هذا المفهوم، وهو أن ما يحدث في الداخل الروسي هو نتيجة للصراع داخل أوكرانيا. وأضافت الاستخبارات بأن ما يحدث أيضا في الداخل الروسي هو بداية لنهاية الحكم في روسيا. هذه التصريحات جاءت بعدما أطلق الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي مجموعة من التصريحات، كانت أهمها أن من يختار طريق الشر تكون نهايته كما حدث في روسيا. وأيضا قال بأن روسيا هي من اختارت هذا الطريق، وأن الرئيس فولاديمير بوتين دفع بآلاف من جنوده للموت في أوكرانيا، وكان عليهم على هؤلاء الجنود يقصد إما الخيانة أو الفرار من أرض المعركة. وأضاف أيضا الرئيس فولاديمير زيلينسكي بأن روسيا بعثت آلاف من جنودها للموت في أوكرانيا، وأزلت نفسها لشراء طائرات شاهد لقصف المدنيين الأوكرانيين، وأنها في هذه المرة لن تستطيع إخفاء حقيقة ضعفها، وأن ضعفها سوف يزداد كلما بقيت القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية. وأضاف أيضا بأن أوكرانيا في هذه الأثناء قادرة على حماية كل أوروبا من الفوضى والشر الروسي على حد وصفه. أيضا وزارة الدفاع الأوكرانية قالت بأن الإمبراطورية بدأت تنهار، وأن الدفاع الأوكراني لها ما يخصها، أي أنها تختص في حدودها حدود عام 1991، وهو أيضا ما شدد عليه سكرتير المجلس الأمن القومي الأوكراني حينما قال بأن أوكرانيا بدأت عملياتها من أجل تحرير أراضيها عام 1991، وأن الحرب داخل روسيا قد بدأت بالفعل. على ما يبدو بأن هنالك إجماع في الداخل الروسي الداخل الأوكراني أن ما يحدث في الداخل الروسي هو نتيجة فعلية لما يحدث داخل أوكرانيا. لكن في قابل الأيام القليلة أو الساعات القليلة المقبلة ربما تعكس هذه حالات التمرد المسلح
داخل روسيا تداعياته على واقع عمليات القتال في أوكرانيا، لكن إلى حد هذه اللحظة ما زال الجانب الأوكراني يؤكد استمرار العمليات القتالية سواء في جنوب أو شرقي البلاد. شرقي البلاد قالت الدفاعات الأوكرانية بأنها تصدت لما يقارب من 28 هجوما شنه الجيش الروسي، أما في جنوب البلاد ما زالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية تقول بأن القوات الأوكرانية تحرز تقدما في جنوب البلاد خاصة وأنها أحرزت في وقت سابق تقدما فيما يقارب من 113 كيلو مترات. إيمان. نعم، عامل عروقي مراسلنا من كييف، شكرا جزيلا لك، بالتأكيد ستكون لنا عودة إليك في سياق هذه التغطية لرصد أي تطور.